مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم. وعندنا هني النقطة الطاقة العامة، يقولك في هاي الرسالة say what you mean، بما معناه أن الطاقة أو الأمور ما راح تكون على حقيقتها في الفترة القادمة، راح تكون عكسية. إذا شفت أن في بوادر أمل معناته العكس، في بوادر خداع. هذا اللي أحسه من طاقة هاي الشهر، طاقة الأشخاص المعنيين في الموضوع. دائما راح تكون في نوع من الأخبار الكاذبة، نوع من، لأن أنت أيضا إذا بتلاحظون سحبت لكم الطاقة الحيوانية غير عن التارو. أنت اللي عندك الأرنب، الأرنب دائما إذا اللحظة في البرية يكون بطبيعته جدا على نيته وعفوي، ولكن في الكثير من المفترسين أوكي يحاولون أن يستفزونه أو يخرجونه عن طريق تقليدهم لأصوات معينة، عن طريق استفزاز معين، استراتيجية معينة. فأحس في الفترة القادمة راح يكون في محاولة إخراجك من جحرك، ولكن للأسباب الخاطئة، نوع من الخداع، نوع من أن يوصلون لك أخبار كاذبة عن الشريك، عن العلاقة، هذه العلاقة الثلاثية أوكي. تمثيل أيضا، في احتمالية كبيرة أن يكون في تمثيل أو محاولة خداعك أنت أوكي. أنت عندك هني الأرنب، حيوان ترابي، مع أنك أنت بطبيعتك نارية. شريكك عنده حيوان مائي وهو السمكة، وأيضا الطرف الثالث عندنا هني الدولفين، أيضا حيوان مائي. شنو اللي يعني لي هاي الخليط من الطاقة الحيوانية؟ في إذا بتلاحظ اتجاه السمكة هني، اتجاه الدولفين هاي الجانب، في نوع من الابتعاد بينهم في الفترة القادمة، ولكن لا تنخدع، لأن في قلت لك نوع من الخداع، لا تنخدع بالابتعاد المؤقت أو حتى الزعل المؤقت اللي يصير بين شريكك وبين الطرف الثالث. إذا تحركت على أساس هاي النوع من الأخبار، سمعت أنهم مختلفين، فعلى طول تذهب تخرج من الجحر وتعلن عن الحرب، أو تعلن عن أنك راح تواجه، أو تعلن أنك مثلا أساسا ما كنت متقبل الطرف الثالث، أو أساسا كنت شاكك في الطرف الثالث. هذا النوع راح ينعكس عليك سلبا، هاي النوع من الطاقة، لأن حتى شريكك هو صاير كأنما جزء من عدم الوضوح، جزء من حبكة الخداع، جزء من ماخذ دور في هذه المسرحية اللي راح تصير، المسرحية القادمة. شنو صاير هني عندنا؟ الحدث الأساسي لأن الطرف الثالث اللي دائما كان مشغول بشريكك له قبضة محكمة على شريكك. ليش أقول هالكلام؟ لأن الدولفين له الأولوية والصدارة على السمكة. الدولفين يتغذى على السمكة، السمكة هي اللي تكون مشتتة، يسهل أن يتحكم فيها الدولفين، يغير اتجاهها. إذا بتلاحظون حتى من الصور، الطرف الثالث عنده نوع من الإميرجنسي أو النداء العاجل في حياته الخاصة. هو عنده مستوى الملك، هني ملك الأكواب، سبعة السيوف، مثل ما تعرفون هذا كارت الحرامي في منتصف الليل، وثمانية السيوف. في إعاقة كبيرة، حدث كبير رح يصير في حياة الطرف الثالث الشخصية تمنعه، تؤخره عن اللحاق بشريكك في الفترة القادمة. ممكن يكون عنده مشكلة، ممكن أحس هني أن عنده طاقة أنه هو شخص أوريدي مرتبط أو متزوج، أو عنده ارتباط كبير في حياته الخاصة، رح يصير فيها نوع من الشيء اللي غير متوقع، وهذا هو الحرامي، شيء غير متوقع. ينقلب السحر على الساحر احتمال. هو كان يحاول هذا الطرف من زمان يحفر لك أنت في هاي الفترة بدون حتى تدخل منك يا برج الحمل، رح في يصير نوع من الكارما أو انقلاب الشيء عليه، يضطر أنه ينسحب يبتعد، ولكن انسحابه مؤقت، وابتعاد شريكك حتى عنه، الابتعاد اللي يصير في بينهم هني ابتعاد مؤقت أوكي. حط هذا الشيء في بالك على أساس أن الحين بدخل في طاقتك الخاصة أنت يا برج الحمل. أنت عندك هني الساحر، كارت برج الدلو، ملك النار، ملك المجموعة النارية، وثلاثة الأكواب. الأكواب هي طاقة الماء اللي منبعثة من هاي الطرف، من شريكك ومن الشخص المعرقل للعلاقة. اللي قاعدة أحس هني إن في الفترة القادمة، شوف صح شريكك أحس إنه راح يحاول يتقرب منك، يرجع إلى أو يراضيك، يرجع إلى جنابك،
ولكن للأسباب الخاطئة، لأن في ابتعاد من هذا الطرف. ممكن يكون حتى صديقة في العمل، زميلة في العمل اللي دائما يوسوس له، دائما يعطي النصائح الخاطئة، النصائح اللي تأذي علاقتكم. أو ممكن يكون شريك حتى. خذ الجانب اللي يناسبكم من القصة واعكسوا أيضا القراءة بما تنطبق عليكم. شنو اللي قاعد يصير؟ التارو هني قاعد كأنه ما يحذرك قبل ما يصير الشيء يا برج الحمل، وأنت من الأبراج اللي جدا شاطر في أخذ النصائح وأخذ العبر السريعة. اللي راح يصير إنه مو قلت لك يكون في نوع من الخداع، يعني مثلا شريكك يمكن يكون هو برج مائي، عقرب، سرطان، حوت، عندنا أيضا طاقة الأبراج الترابية، ولكن على الأغلب عنده طاقة هني التلاعب. يعني حتى شريكك لما يرجع لك أو تشوفه يحاول يتقرب منك في الفترة القادمة، ليش أقول لك هني ابتدينا بكارت يقول لنا قل الذي تعنيه. ترجمة هذا الكارت say what you mean، قل اللي تعنيه، ينقال لك شيء ولكن الحافز الدافع من وراء هالكلام جدا شيء مختلف، جدا مختلف. الأشخاص ما قاعدين يقولون لك الحقيقة في الفترة القادمة عن شريكك، عن هذا الشخص. الأخبار اللي تأتيك لا تثق فيها، لأن كأنما في محاولة أن يخرجونك من الجحر. لماذا؟ عشان يخلونك أنت تكشف أوراقك قبل ما هم يكشفون أوراقهم، يخلونك أنت تطلع أمام الناس أن أنت الإنسان دائما نشوف ملك النار، فنشوف إنسان عنيد، إنسان هو اللي يبتدي في المشاكل، هو اللي يبتدي يبحث في المواضيع ويحفر، عندك أرنب يحفر دائما، هو اللي عنده مشاكل وعصبية، يخلونك أنت اللي تظهر غلط أمام الناس. لما يطلع عندك الساحر، لازم أكون صريحة معاك يا برج الحمل، الساحر هني كأنما هي التوجيه لطاقتك المستقبلية. لازم تلعب إذا تريد أن تحافظ على شريكك، أوكي، أو تتمنى على الأقل عندك أمل للعلاقة. لازم تلعب نفس اللعبة اللي هم قاعدين يلعبونها، وبنفس القواعد، بنفس القوانين، لأن هذا فيها نوع من التلاعب، نوع من عدم الوضوح، نوع من أن يقولون شيء ويعنون شيء ثاني. عندك الساحر، الساحر هو ملك التلاعب إذا أراد أن يكون أو إذا احتاج أن يكون. هني ليش أقول لك طاقة التلاعب مهمة؟ لأن في حاجة من أجل حماية نفسك. أنت ما قاعد ترى، ما قاعد يقول لك تلاعب من أجل السعادة أو من أجل المتعة، ولكن من أجل أن تحمي نفسك من هاي الحبكة اللي يحاولون أن يقولون لك إياها. بقول لك مثلا، أعطيكم أنا دائما أمثلة عشان أقرب لكم الطاقة اللي قاعدة تيني. مثلا نفرض أن هذه امرأة، أنت أيضا يا برج الحمل، أوكي، امرأة قاعدة تنافس شريكك، تنافسك، تريد أن تأخذ الشريك، ولكن هذا الشخص ما أحس أنه إنسان جديد في حياة الشريك، إنسان قديم له أواصر يعني متأصل في حياة شريكك، يعرف أهله، يعرف أصدقائه، يعرف زملائه في العمل، يعمل معاه في نفس المكان من وقت طويل. هذا مو شخص جديد، هذا شخص له قواعد قوية، وإن كانت مائية ولكنها قواعد قوية في حياة السمكة هني عندنا اللي هي شريكك. شخص مو سهل أن تسوي له إليمينيشن، تنهي من حياة الشريك. فمن أجل ذلك محتاج أن تكون مثل الساحر اللي يخرج من جعبته جميع الحيل، جميع الأدوات، جميع العناصر اللي تساعده عشان تخلق نوع من الحماية من أجل نفسك. لأن هني عندك ملك النار يقول لك لا تثق في الكلام اللي يأتيك حتى من الشريك نفسه في الفترة القادمة. مثلا يقول لك هذا الشخص، قلت لك طاقته أنه أوردي مرتبط أو متزوج، اللي عنده حياته الخاصة، يقول لك مثلا أن أنا خلاص ما رح أرجع مع فلان، رح أنهي علاقتي، رح أنهي صداقتي مع الطرف الثالث هني. لا تصدق هاي النوع من الكلام، وبسرعة تبين هني عندما يظهر الأرنب من الجحر، بسرعة تبين لشريكك أن أنت أصلا من الأساس ما كنت متقبل فلان. لا تكشف أوراقك، حتى وإن أتاك شريكك وإن تريد أن تستقبله، تريد أن توطد العلاقة معه في الفترة القادمة، لا تكشف أوراقك، لا تقول نيتك الحقيقية أو أمنيتك الحقيقية أو مشاعرك تجاه الطرف الثالث. في أمور معينة احتفظ فيها لنفسك، لأن أحس أن من يخلص هذا الشخص من المشاكل اللي عنده 8 سيوف، من يخلص من، يمكن تكون إنسانة عندها مشاكل على وشك الانفصال، عندها مشاكل خاصة في حياتها الزوجية،
عندها مشاكل مع الأبناء. من تخلص من المشاكل راح ترجع تتفرغ لشريكك، شريكك ما راح يقدر يقاومها، أو راح تشوف إن كل الكلام اللي قاله لك في الليل إن هذا الشخص راح أبعده عن حياتي، أطلعه من حياتي، تشوف إن كلام الليل يمحيه النهار، يرجع لهذا الطرف، ممكن يكون حتى صديق، يرجع لك كأنه ما صار شيء. وين الكلام اللي قلت لي إياه؟ فكأنما هني أنت اللي راح تدفع الثمن إذا انطلت عليك هاي النوع من الخدع، خدعة كأنه مدمن. مدمن مدمن يقول خلاص ما راح أرجع للإدمان، ما راح أرجع لهذا الشيء اللي أنا كنت مدمن عليه، ونصدق كلامه، ولكن نشوفه بسرعة ينتكس. السمكة هي اللي راح تنتكس، مو الدولفين، شريكك. لما نشوف عندك كارت هني برج الأسد، ممكن هي تكون من برج الأسد، معناته أن في أول نداء للرجوع من الطرف الثالث، في أول خبرية يقول أنا حاليا فضيت، أنا حاليا أقدر أرجع العلاقة أو الصداقة معك، راح تشوفه يركض، راح تشوفه مستقبل، راح تشوف أن كل الكلام اللي قاله لك أو اللي وعدك فيه ما تحقق. عشان كذي شنو أنت لازم تسوي عشان تحصن نفسك غير عن التوقعات اللي حين شفناها للسيناريوهات القادمة؟ أول شيء لا تصدق الكلام اللي يأتيك من أي طرف في الفترة القادمة، لا تصدقه، ولا تتوقع أن شريكك يسوي اللي يوعدك فيه في الفترة القادمة، خصوصا لما يكون عندك علاقة ثلاثية. النصيحة الثانية وهي جدا مهمة، لما نشوف ملك النار معناته ملك ما يفقد قيمته، ما يفقد تقديره لنفسه، حتى وإن أتى إلى أعتاب باب الشخص اللي يتمناهني ما يفقد سيطرته، ما يفقد جلاله، ما يفقد تحكمه، ما يصير سهل التلاعب فيه، يظل هادئ، يظل متزن. هذه من أحد النصائح اللي تقريبا تشتغل على جميع العلاقات. ما حد يحب الشخص اللي فاقد لتوازنه. الإنسان اللي فاقد لتوازنه يا برج الحمل ما يقدر يثبت علاقة فيها أشخاص يحاولون يتلاعبون. النقطة الثالثة وهي جدا مهمة، نشوف هنا شريك عنده 10 أكواب، أنت عندك 3 أكواب. في أشخاص هني وهو هذا الطرف الثالث عند الدولفين. إذا أرجعكم لطاقة الدولفين هني شوي، لما ننتبه له نعرف أن الدولفين في أثناء اصطياده للسمكة هني، سمكتك أنت، ما يذهب بشكل مباشر، ما ينقض بشكل مباشر. إنسان عند الكثير، الدولفين ترى جدا ذكي وعنده الكثير من المواهب الاجتماعية، يعمل في قطيع، يعمل في مجموعة، هاي اللي لازم تعرفها أو تأخذها بعين الاعتبار عن الطرف الثالث. الدولفين متمكن مو بس من شريكك، من محيط شريكك، الأشخاص اللي بينهم، محيط الأصدقاء اللي بينهم، الأهل، في نوع من طاقة صديق العائلة، صديق الجميع هذا الشخص. عشان كذي مو سهل أن أنت تدخل في طاقة ملك النار تقول أنا برج الحمل، أنا ملك المجموعة، أنا ملك النار وأقدر أسيطر على هاي الوضع، مو سهل، لأن هذا وراه ناس كثيرين، وراه حزب يشجع، حزب حتى من محيط أهل شريكك مفضل عندهم. عشان كذي شنو التارو قاعد يقول لك؟ إذا بتلاحظ هني من أوراق التارو، شريكك عنده 10 الأكواب، شريكك مو بس يسمع للطرف الثالث، يسمع حتى لأشخاص ثانيين مقربين من الطرف الثالث، الأصدقاء اللي بينهم. أنت اللي تقدر تعرف يا برج الحمل من الأصدقاء أو من الناس المشتركين اللي بينهم هني، الأصدقاء، الأهل، خصوصا أهله. في أشخاص جدا مفضلين عنده يا برج الحمل، شريكك يسمع على كلامهم وحطهم بعين الاعتبار، مثل الأم، مثل الأخت، مثل الإخوان، مثل الأب. في أشخاص جدا عزيزين على قلبه هني شريكك. اللي ما تقدر تسوي أن تدخل في مواجهة مباشرة، ولكن اللي تقدر تسوي أن تدخل في محاولة استمالة هذين الأشخاص اللي يستعملهم الطرف الثالث، محصن نفسه فيهم، يحرص أنه دائما يكون على تواصل معاهم وعلاقاتهم طيبة ويزورون بعض، وهو خلف الستار قاعد يحاول يطعنك أو يقرصك أو يخرب علاقتكم. الدولفين، في أحد يشوف الدولفين وما يحس بالسعادة وما يحبه وما يعشقه؟ طاقته مو سهل الاستهانة بها، ولكن من إحنا نحط يدنا على الجرح ونقول هذه هي طاقة العدو، هذه هي طاقة الشخص السيء، وهذه هي طريقته في التفكير وطريقته في التعامل، معناتها نقدر نتعامل معه.
تجنب المواجهة. عندك ثلاثة أكواب، في كذا طرف من الأشخاص اللي قلت لك هني مشتركين، الأهل المشتركين اللي يعرفهم أوردي هذا الدولفين، تقدر أنت تستميلهم طاقة الماء، طاقة تتعرف عليهم، تتقرب منهم، حتى وإن كانت في خلافات في الفترة القادمة، خليك في طاقة هذه الماء. طاقة لازم تلعب اللعبة بقواعدها، اثنينهم عندهم طاقة ماء، في بينهم أشخاص مشتركين. الدولفين نرجع لطاقة الاصطياد مالتها، ما يذهب للفريسة اللي هي السمكة بشكل مباشر، يصدر الكثير من الموجات. وإذا تشوف هنا صورة الدولفين محاط بالموجات، يصدر نوع من الأصوات، الموجات اللي عن طريقهم يقدر يحدد اتجاه السمكة، يحركها يمين ويسار. هذا في البحر. أنت هنا عندك كائن أو حيوان ترابي، لازم شوية تدخل في نوع من طاقة الماء أيضا. طاقة اللي شنو يحبه، شنو يحب شريكي، من يعز على شريكي، من يثق فيه شريكي، ثقة عمياء، أوكي، يسلمه تقريبا أكثر الأشياء، من يسمع، من يسمع لشريكي، إنزين، وأنا أستطيع هني عندي القدرة إني أستميله، أخلي أيضا يتقرب مني، أخلي أيضا يثق فيني، هذه الأطراف المشتركين، هذه هي السبل اللي أنت عن طريقها تقدر تنتصر. ولكن كل السبل اللي شفتها هني قدامي وكلمتكم عنها ما فيها تشجيع للمواجهة أو للمصارحة، حتى أنك تصارح شريكك أو تجنب حتى أنك تفتح معاه موضوع تنتقد فيه الطرف الثالث لهاي الدرجة. لهاي الدرجة لازم نعرف حقيقة ومستوى الشخص هذا اللي نتعامل معاه، عشان على قولتهم ما نبالغ في تقديره ولا نقلل من أهميته، جدا مهم. عزيزي برج الحمل.